ليكوا انتوا اللي مشرفينا هنا في فيلم بورتري مع المخرج الجميل صديقي العزيز استاذ رضا الاحمدي، ومع كرو العمل مجموعه من الشباب المبشرين ان شاء الله ان هم ليهم مستقبل حلو قوي، شيماء عامر وسهى عامر وخالد نجيب وفتحي سعد طبعا، ومعنا الملحن والمطرب الجميل زميلنا واخونا عصام اسماعيل والعبد لله. انا بعمل اما رضا كلمني عن الفيلم وقال لي ان احنا بنعمل فيلم شبابي كده وعايزينك تبقي معانا يعني في ضيفه شرف الفيلم وبتاع وكده، فقلت له طب اوكي مفيش مشاكل. فعرفت الشخصيه هي عزيزه، بتعمل عزيزه متجوزه راجل خمرجي وسكري وقليل ادب ومعيشها في قهر وفقر واهانه وذل وحاجات كتيره جدا، وعندها بنوته بتشتغل مخرجه حتى بيهين البنت وبيهين امها قدامها، عارف لما بتيجي غصب عنك يعني بتحاول تتعامل بتتحمل حياه ذل واهانه غصب عنك لان مالكش ملجا تاني وده كان اختيارك فلازم تتحمله بكل ما فيه. فده اللي كانت عزيزه قبلها هي وميره بنتها وعايشه فيه مع جوزها حنفي اللي هو بيعمل الدور بتاعه طبعا الفنان الكوميديان فتحي سعد. بس في حاله مهانة وحالة ذل وحالة عدم إنسانيات ومفيش أدمية في المعاملة ولا في العيشة ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في أي حاجة، لغاية ما بتاخد قرار لغاية إمتى هتحمل الحياة دي، ليه عملت في نفسي كده وليه عملت بنتي كده. هو يعني اختياري ولازم اتحمله، بس لازم الانسان بيجيله لحظة ضعف ممكن يقرر فيها قرار خاطئ. هي جالها عزيزة في لحظة كده تفكير اهوج ومن الحاله اللي هي عايشاها انها فكرت انها تقتله وتتخلص من الحاله ومن الذل ومن بني ادم هي عايشه معاه بكل قرف ومتحملاه. لكن بيوريك بقى هنعرف اذا كانت هتقتله ولا مش هتقتله. مش عايزين طبعا نحرق الفيلم، هنشوف عزيزه ترى هتقتل حنفي ولا لا، وقرارها في حياتها ايه وايه الخطوه الايجابيه اللي هي الاول مره بتحس انها عملتها. فبيوريك ان الانسان في الواقع المر ممكن يتعرض لحاجات كثيره جدا وممكن يقرر قرارات سريعه وممكن يرجع فيها او ما يرجعش فيها. ده اللي هنشوفه ان شاء الله من خلال فيلم بورتري. عبايه وطرحه، ولما كانت في البيت بتلبس جلاليب فقيره جدا. انا الكاركترات دي عموما بحبها، يعني ما بحبش الادوار النمطيه، دايما بميل للادوار المركبه اللي فيها حاله، اللي بتطلع قدرات ممثل، اللي بتشوف يعني ناس ممكن تبقى حابه تشوف عنبر في شكل معين لكن انا شايفاها بعبايه وطرحه انا، فده لازم تتشاف في كل الكاركترات يعني مش حاجه معينه. يعني التحجيم في حد ذاته في الشغل مش حلو، انا بحب دايما التنوع، بحب دايما ان انا يعني انا هنا مثلا عامله ام سهى عامر اللي هي ميره في الفيلم، الناس كلها بيقولي ازاي عامله امها وبتاع وكده، ليه لا؟ انا ممثله فمن حقي ان انا اقبل اي دور يتعرض عليا. قدرتك على التمثيل او قدرتك على الاقناع هي دي اللي هتوصل الناس، هل عنبر نجحت في انها تعمل دور عزيزه ام ميره في الفيلم ولا ما قدرتش توصله للناس؟ وده المهم عندي في اي شخصيه او في اي كاركتر بقدمه، يا ترى بيوصل للناس ولا لا. ده المهم بالنسبه لي ان انا دايما في اي دور اكون عند حسن ظن جمهوري العزيز اللي هم سبب وجودي معاكم دلوقتي. حاليا بصور سيت كوم انا وبابا وماما من تأليف أستاذ فداء الشندويلي ومن إخراج أستاذ مايكل بيوح وبطولة النجم أشرف عبد الباقي والفنانة الجميلة حبيبتي نشوى مصطفى ومدام هناء الشرباجي أستاذ أسامة عباس، وطبعا في كاست كبير جدا 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 من الضيوف الموجودين في الـ في الـ في السيت كوم. وست كوم بصراحة دمه خفيف قوي قوي قوي، هتشوفوا حاجة جميلة في رمضان بإذن الله. ده اللي أنا بصوره دلوقتي. بعمل فيه نسمة، نسمة دي شخصية سرية وأنثى قوي ومتجوزة دكتور أمراض جلدية والمفروض أنه بيخونها، فبتقرر هي كمان تخونه، فبتلعب على صديقه في الشغل نفسه في نفس المهنة دكتور الجلدية اللي هو أشرف عبد الباقي. وبنشوف من خلال الأحداث يا ترى هي هتخونه بجد أو إيه الدرس أو إيه الموقف اللي هي كانت عايزة توصله لجوزها من خلال معرفتها بصاحبه أو بالدكتور صديقه بالعلاقة اللي عملتها معاه. بس صورت كمان الفترة اللي فاتت فيلم مسلسل أهل اسكندرية مع مخرجنا الكبير أستاذ خيري بشارة، وسعيدة بالتجربة جدا لأن هي كانت أول مرة أتعامل مع أستاذ خيري بشارة بصراحة، ومخرج متمكن من أدواته جدا وبيهتم بكل التفاصيل وبيدي كل حاجة حقها. بعمل هناك شخصية مختلفة تماما، زوجة تانية في السر للفنان أسامة عباس، وبعد كده هو بطولة المسلسل طبعا هشام سليم وبسمة ومجموعة كبيرة جدا جدا ومدام سميحة توفيق وشخصيات كثيرة جدا. هي هنا بتعمل مرات أسامة عباس في السر،
اللي طلق جوزها مات وساب لها شقه وساب لها معاش وبتاع، فبتضطر انها تتجوز في السر عشان تحتفظ بالشقه وتحتفظ بالمعاش. فبنشوف من خلال تجربتها هي بتحب الراجل ده رغم فرق السن اللي بينهم، الا انها بتحبه حب الاب، يعني شافت فيه حنان الاب اللي هي افتقدته. فبنشوف معامله حسنه جدا بين الاثنين، بس بنشوف رد فعل مش حلو منها لما ولاده ومراته بيفضل يعني يفضلوا يحفروا وراها لغايه ما يوصلوا بالجوازه دي. فهنشوف رد فعلها ايه يا ترى في المسلسل ده اللي هتكون مفاجاه، هي تعمل ايه مع الراجل اللي هي حبيته واللي عاشت معاه، ايه هيكون رد فعلها لما هتخش في مشاكل بعد كده.